أنا سعيد بأن أشترك في هذه القافلة، سعيد لأن مطران القدس والمطران هو أب، وأنا محروم من مشاهدة أولادي منذ 32 سنة، يعني منذ خروجي من السجن أنا بعيد عن أولادي، فأنا سعيد أن أذهب إلى غزة لأضم أولادي اللي في غزة إلى قلبي ومن خلال كل فلسطيني في الأراضي المحتلة. أريد أن أؤكد لك أن اليهودي كإنسان هو أخونا، نحن كلنا أولاد الله، وبالتالي لنا أب واحد ونحن أخوة، نحن ضد الصهيونية ولسنا ضد اليهودية ولا اليهود، اليهودية دين نحترمه واليهود أخ عزيز لنا، نحن ضد الصهيونية.